الجولة الأولى من جديد، محاولة من بلال البقري من الجهة اليسرى، ترفع الكرة عندنا الوردي، وعدنان الوردي يحمل الورود ويحمل الجديد للدفاع الحسني الجديد في حدود الدقيقة الثامنة. الهدف الأول لفائدة الفريق الدكري، ولاحظوا ردة الفعل الهادئة من عبد الرحيم طالب، هدف في شباك الحارس محمد اليوسفي، هدف جميل من عدنان الوردي.